مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى أسبوع جديد ولقاء جديد من برنامجكم بكل وضوح. بكل وضوح كان رفقكم من اثنين حتى الجمعة، مواضيع اللي كتمسنا وكتمسكم، بأمور اللي كتهمنا وكتهمكم، ودائما بكل وضوح تنوقفوا على ظواهر اجتماعية وتنحللوها اجتماعيا ونفسيا برفقة البروفيسور مامون مبارك دريبي، كاتب وباحث في علوم النفس والتحليل النفسي. اليوم اخترنا أننا نبدأ الأسبوع بموضوع اللي كيقيس عدد كبير من الناس، كل واحد فينا كيفاش كيتفاعل مع هذا الموضوع، منا اللي كيرفضوا، منا اللي كيلقى نفسه في الوسط ما مأمن به ما قادر يرفضوا، ومنا اللي عنده إيمان قوي به رغم أنه كل المؤشرات المحيطة به كتشير بأنه هذا الفعل غير مرغوب ولا غير محبوب. اليوم غادي نتكلموا على الشعوذة. الشعوذة اللي هي نوع من أنواع النصب ومن نوع من أنواع السحر اللي عطيناها كتعريف لحاضر. عدد كبير من الشعوب على مدار العصور كان عندهم نقاش موسع حول الموضوع، منهم اللي اعتبروا الشر وجلب المشاكل للآخرين، ومنهم اللي اعتبروا بالاضطراب في العلاقات. أهم الكتب اللي تألفات في تفسير معتقدات وأساليب السحر والشعوذة كتاب السحر والشعوذة بين أقوام الأزندي في جنوب السودان، واللي ألفوا العالم الأنثروبولوجي الإنجليزي إيفان بيرجارد في عام 1937، دليل على أن الحديث على هذا الموضوع كان بكري وبكري بزاف. وحنا اليوم كنجيو نتيروه مع البروفيسور مامون مبارك دريبي، كاتب وباحث في علوم النفس والتحليل النفسي. اليوم كنتكلموا على الشعوذة وتأثيرها على الشخص المؤمن بها. مرحبا بك بروفيسور، وبداية أسبوع موفقة. بارك الله فيك. لا شكرا، بارك الله فيك. الله يطول عمرك، كنتمنوا بداية أسبوع موفقة لكل أوفيائنا الكرام. مرحبا. اليوم كنبداو بموضوع اللي ربما كيشكل فعلا تساؤل نفسي عند عدد كبير من الناس. فكيفاش يمكن للإنسان أنه يبعد على المنطق ويبعد على أمور اللي ثابتة واضحة قدام عينيه ويتجه للشعوذة كحل؟ العلم الحديث وفي واحد المستقبل القريب غادي يفسر العديد من الظواهر. فعلى سبيل المثال، كان هذه 100 سنة من المستحيل أنك تقول واحد الشخص راه المعلومات غادي يمشيو في الفضاء بدون أي يعني كابل ولا كسلك ولا كانش يدرك العقل هذه 100 سنة أن غادي يمكن يكون واحد الشخص بواحد الآلة سميتها الجوال هكا، وغادي يكون كيتنقل في الشجر وفي البحار هكا وكيهضر، ودابا أصبحنا كنشوفوا شي أشياء. فمختبر في العلوم الفيزيائية في لاسويس استطاع، تكلمت على هذا الأمر شحال مرة ونذكر به الإخوان والمستمعين والمستمعات، استطاع أنه يرسلوا معلومة ما بين جزيء ديال الضوء بعيد على جزيء آخر، إن بارتيكول دو فوتون بعيد عليه بجوج كيلومتر فاصلة خمسة، بدون فيبروبتيك بدون أي اتصال، معلومة كتنتقل من جزيء، كيحطوا معلومة في هذا الجزيء وكيفتحوا الأجهزة الأخرى اللي بعيدة على الأخر بواحد دو كيلومتر خدمي، وكيلقاو المعلومة وصلت الأخر الجزيء الأخر بدون أي تواصل مباشر، ما كاينش اتصال. فهذه من الأشياء اللي كتسمى سيونس فيكسيون، اللي بعض المفكرين في العلم يعني وعندهم واحد القدرة على التصور كيقدروا يديروا بروجيكسيون. واحد الباحث فرنسي مدير مختبر الجينات في سينير اس اي ار دي ا مونبولي كيقول في واحد المقال كون لو بارازيت برون لو كونترول، وما واحد في الطبيعة كاين الجراثيم وكاين البكتيريا وكاين الفيروس وكاين واحد البارازيت اللي هما واحد الكائنات يعني بواحد الشكل عجيب في الاحتيال، اللي كي يعطي أمثلة علمية ديال واحد منهم اللي كيسكن واحد الحلزون في بحري كيعيش في الأنهار، لقيت اللي كي يدخل في الجسم ديالو تيغير ليه الخلايا الدماغية وتيجعلو يطلع فوق الماء بعد ما كان هو مخشي في الغيس يعني مدفون باش يهرب من الطير اللي غيفترسو، تيولي هذاك الحلزون تيطلع فوق الماء وتيفطفط.
بحال اللي تيقول لهذاك الطير كوني، وهو عنده الغرض بانه خصو يتكال هذاك البارازيت، خصو الطير ياكلو، يعني دابا يضحي بالحلزون، الحلزون مشى فيها باش هو يمر في لو تيوب ديجيستيف ديال هذاك الطير، ويمكن ليه يتوالد في 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 الجهاز الهضمي ديال الطير. لاحظ معايا هنا غادي ندير واحد الاتصال بواحد الحاجه سميتها التوكال. نعم بالك فين باغي نربط انا. ها هو هاد البارازيت كيتكال كيوكل راسو لواحد الحلزون، يعني دابا كيجالو ياكلو، وملي كياكلو هو الغادر ما غيتهضمش الحلزون، غادي يمر في الجهاز العصبي ديالو وغادي يحيد ليه الصيغه ديال الحرص. كاين واحد اخر اللي كيمس هنايا واحد توكسوبلازم كيسميوها العلماء لا سكيزوفريني دو لا سوري، فصام الفأر. تخيل دابا الفأر عنده مبرمج باش يشوف القط وكيهرب. ايوا هاد البارازيت توكسوبلازم، لهذا دابا النساء الحوامل راكم كيديروا لكم واحد التحليله كل تريماس باش تشوفوا لو نيفو ديال التوكسوبلازموز. علاش؟ لان كاين هذاك البارازيت اللي كيسكن الجهاز العصبي ديال الفأره ولا الفأر، وكيجعلو لا ما يخافش من القط، بالعكس كيمشي يجري عنده وتيولي يشم ريحه تبول حشاك القط، وتيولي يعجبو الريحه ديال القط وتيتبعو باش كيقول ليه كوني. تخيل هو راه البارازيت خاصو يمر عاوتاني في الجهاز الهضمي ديال القط ويخرج بواحد القوه ما تصور. فلهذا دابا راه اللي كيخافوا من العلماء ماشي كيقول لكم عندكم القط، حيت عارف القط غياكل الفار اللي فيه التوكسوبلازم اللي غادي يحبلك. فهاد هاد هاد العلم هذا ديال واحدة اخرى اللي هي غريبه بزاف، هي انكوكسينال او سيرفيس دون جاب. هنا دابا نبيبلي لي سيت ونبيبلي زارتيكل ديال هاد الشيخ هذا اللي كيلقى بان حتى الانسان براسو حتى هو عرضه لباغازيت، منهم البارازيت ديال لاغريب اللي كيجعل الانسان يعطس باش في العطسه ديالو يخرجوا هذوك لي بارتيكول انفيكتي ويتكاثر بشكل ها هو كيحرك لنا ليتيرنيمون بزز. لاحظتي؟ فتخيل على هذه واحد الالاف سنين او ملايين السنين كان واحد الناس علماء اللي غيتسموا بسحره، لان السحر هو علم، اللي عندهم هذا العلم هذا دابا اللي كنتكلم عليه ديال لانفيكسيون بارازيتير، ديال ليفي دو لا بلانت كومبيني مع واحد البارفان. دابا ناس كيسحبوا البخور غير دخان، هو راه شونجمون ديتا ديون بلانت من واحد الهيئه ديال سوليد كتولي غازو. فكانوا ناس كيعرفوا يدوزيو الغازو، هاد الغازي التبخور اللي غادي يحول من صلب الغاز، كانوا ناس عندهم كفاءه كيعرف بانه الا دار واحد القدر ديال واحد البخار في واحد القاعه ويزيد لها واحد الغاز واحد اخر كان يقدر، ما غتشوفوش انت بالعين، راه بخر هو نص ساعه قبل وخداه هو واحد الشوربه شربها باش يصبح عنده جهاز المناعه باش ما يدوخش. واي شخص غيدخل عنده هذيك القاعه غادي يتكلم معاه واحد المده زمنيه 5 دقائق باش يشربوا مزيان داك الغاز، ها هو كيشرب فيه. لقيت اللي غيشربوا غيبدا يقول ليه واحد الاسماء، غيبدا يقول ليه كذا وكذا وكذا، وراه داو كلوك لحم الديب، وهذاك الشخص غيبدا يمعوق وغادي يقول لي وهذاك الديب عينه حمرين، ويقول له راه انا كنشوف هو حاضر حدايا، يعني غيلعب به. فهادو يعني كاين تلاعب بالنفسيه ديال الاشخاص. علم هذا بعدا خصنا نتكلموا عليه كان راه علم، راه ماشي كومبينيزون الياتوار، يعني حساب، راه حساب علم للعلم. فهذوك الناس في هذاك الوقت كان عندهم هذا العلم مقنن، بحال دابا حنا عندنا لا ميديسين وعندنا الانفورماتيك وعندنا حويجات. دابا في الطالب في الهندسه في الانستيتيو ديال التليكومونيكاسيون في العام الاول ما كيعرفش يدير ترانسميسيون دي دوني باغ باكي وكونترول باكي، وواحد الوقيته ملي كيدير 4 سنين و5 سنين دي زيتود كيولي كيشوف هو الكابل الكتريك اشنو فيه. واحد المره مار في واحد الحي وواحد الشخص دايز بواحد البيخره ودير لابس واحد الباس كذا وكذا، ايوا شافني هكايا دايز وجا عندي، وا بلاتي يا الشريف نحيد لك هذا ونحيد لك هذه، ودار واحد شويه الخور كيدور لي هكا على ذاتي وانا كنتسنى. ملي كملت لي بسم الله واحد البركه قال لي بلاتي وجد واحد السلك ديال النحاس وجبد لسانه بحال هكا، وبقاتي يدفع هذاك السلك ديال النحاس باش يتقبل اللسان ديالو، والسلك النحاس كيوصل لسانه وكيتعوج. هو تيدير هكا وانا نقول ليه الضرات ديال السلك النحاس عمي، قلت لي مع لسانك فيه الحراره كيسخن، والسلك النحاس قلت لي عمي ملي كيسخن تبدا تطوى. فقلت لي الله يرضي عليك بلا ما دير لي شي بهلاجه، صافي درتي واحد البركه البخور، اختي واحد البركه وبعد مني. هو يشوف فيها هكا، قلت له نو باش جاي بغيت نعطيك درسه في البخور، نعم السلك نعاونك شويه فيه بغيتي نعاونك. نعم. فالراجل غبر. فكاين اللي عنده علم وهما قلال، كاينين
ناس في الامازون في افريقيا في باقي توارثوه يعني وعندهم واحد شويه راه 1% اللي باقيه. فبهذوك 2% دابا كاين المستوى البريمير هو النيفو ديال الانفكسيون ديال التوكال باغ ان بلانط ولا بشي عشبه مخدومه ولا بشي لحم ديال شي حيوان فيه واحد النوع من 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 الماده اللي كيعرفوها هذوك الناس اللي غادي يادي بها واحد لانه كيف هاد الاوت هاد الفيروس هاد النوع من هاد الكائنات كيتحكم في الاراده ديال واحد المخلوق باش يوصل للنهايه ديالو. الناس كيحلموا انه يجردوا الانسان من اللي بغى غبيت من الحريه ديال الفكر ويوصلوه انه يتلعبوا به. وربما يعني بروفيسور لو سمحتي لي فربما دي مقدمه شامله لانه مازال في حلقات الغد ان شاء الله غادي نتكلموا على هذه الفئه اللي كيقوموا بهذه الاعمال وكيقنعوا بها الاشخاص. انا غير حابه نعرف من الجانب النفسي بروفيسور واش الانسان اللي كيامن بالشعوذة عنده خلل نفسي ولا مسألة يعني وعي مسألة الإنسان ما واعيش لأنه الوعي ما كيقترنش بالدراسة. كاين الناس اللي دارسين وما عندهمش وعي كيأمنوا بهذه الأمور وكاين الناس يعني اللي يمكن نعتبرهم متوسطين ولكن عندهم وعي كامل بأن هذه المسائل ما منها حتى شيء انفع. أنا غادي نرجع لك بروفيسور بس سمحتي لي باش تجاوبنا على هذا السؤال لكن مباشرة بعد الفاصل الإعلاني القصير. كل شيء احتفل مع جوال إلى غاية 28 ماي وعلى كل تعبئة 20 درهم تستفدوا من 20 درهم من الرصيد بالإضافة إلى ساعة للمكالمات وإلى عبئته 50 درهم غادي تستفدوا من 50 درهم من الرصيد زائد 3 سوايع من المكالمات صالحة لمدة أسبوع نحو جميع الشبكات الوطنية. وهذا الرصيد المهدى يمكن لكم تستفدوا منه حتى على تعبئة 5 و 10 درهم. للاستفادة زيدوا نجمة متبوعة برقم زوج من بعد رمز التعبئة. إيوا سارعوا باش تستفدوا من هذا العرض. اتصالات المغرب عالم جديد يناديكم. ولدي كارت بانكير. لا 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 باقي صغير. شنو باقي صغير؟ اولاد اليوم ماشي بحالنا. ويلا عطيتو واجدة ماكارت ديال تجاري وفا بنك لولادكم. واجدة ماكارت بطاقة قابلة للتعبئة صالحة للشباب ما بين 12 و17 سنة وموالمة لكل احتياجاتهم وبها يتعلموا يسيروا مصروفهم. وتحنا نوليو الآباء اليوم. تصلوا بوكالتكم تجاري وفا بنك للحصول على بطاقة واجدة ماكارت. بغيتوا تعرفوا مفعول شهواتي على عائلتي؟ تبعوني. الله بنتي على ريحة واو. هاد كسكسو دايز الكلام. بغيتوا تعرفوا السر ديالي؟ السر ديالي في ضام تكنور وهاد المرة بضامات البنات السمن الحر في حلة تكنور وجودتها المعهودة هتعطي لأطباقك مذاق جديد وريحة كتشهي. إيوا الله يعطيك صحة. الله يعطيني صحة أنا وكنور. ضامات بنات السمن من عند كنور الماركة الأولى في المغرب. العروض هي اللي عن اتصالات المغرب إلى غاية 28 ماي استفدوا حصرياً من رصيد 5 المرات على كل تعبئتكم من 5 إلى 30 درهم والرصيد في 7 المرات على كل تعبئتكم ابتداء من 50 درهم وهكذا مع جوال الرصيد ما يخطاكم. اتصالات المغرب عالم جديد يناديكم. شنو كتعرف على البنكة؟ شنو كتعرف على البنكة؟ برنامج تحسيسي يومي من الاثنين حتى الجمعة كيقربكم من البنكة وكيشرح لكم كيفاش تعاملوا معها. أسئلة وأجوبة بسيطة باش تعرفوا المعاملات البنكية اللي يمكن تحتاجوها في حياتكم اليومية وكيفاش تسيروها. موعدكم مع برنامج شنو كتعرف على البنكة كل صباح في 8 والإعادة في 11 والخمسة العشية. برنامج شنو كتعرف على البنكة يقدم لكم برعاية البنك الشعبي. البنك الشعبي بنك من أجلكم. رجعنا لكم أوفياء أنا الكرام وبكل وضوح كنوصل معكم حتى 3:30 برفقة البروفيسور مامون مبارك دريبي كاتب وباحث في علوم النفس والتحليل النفسي. غادي نرجع لك بروفيسور. مرحبا لله. وبطبيعة الحال السؤالنا اللي طرحناه قبل الفاصل واش الإنسان اللي كيأمن بالشعوذة عنده خلل نفسي خاصة لا. وأنه المسألة ما كتعلقش بوعي بقدر ما هي كتعلق باعتقاد. ما كاينش هنا من بعد إلى هو تغلغل في واحد الثقافة ظلامية وجاهلية غادي يطوروا أمراض منها يا إما لا بارانويا يا إما لا بارانويا سكيزوفرينيك اللي هما اضطرابات اللي غيولي إنسان عايش واحد الحقيقة خيالية أنه معه ناس معه الخدام معه كذا وكذا وهذا تخربيق. أما الفعل الأول ديال الاهتمام بهذا الأمر عديد من الجامعات على رأسها جامعة هارفارد الأمريكية في الأشغال ديالها والأعمال ديالها حول الدماغ
وحول التركيبة ديال الدماغ، لقاو العديد من الخبراء بأن الدماغ الإنساني مهيكل على أساس يؤمن بأشياء غيبية. لقاو إن بريديسبوزيسيون عند لو سيرفو هيومان باش هاد كيعطينا اندفاع. يعني دائما عندنا واحد الاندفاع نشوفه ملي كيموت الانسان في كيمشي، يعني داك الخوف من المجهول كيخلينا اننا نبحثوا على لا ماشي بالضروره الخوف لا يعني واحد النوع من الفطره في الاكتشاف. باقي ما وصلناش الخوف، يعني شي واحد صابو شي اذى بحال دابا باب الخوف، ان لي شامان مثلا في الامازون وفي بعض القبائل الافريقيه كيوشموا على القبائل الملامح ديال واحد المفترس بحال لو جيبار مثلا في الامازون، لانه هما كيفرسهم عارفينو حيوان مفترس كياكل لهم ولادهم وكذا، فكيمشي وينادي وليسبري ديال الجاكوار، فكيبقاو يديروا هذوك نفس الشعر اللي على وجهه ويديروا الصوت ديالو ويديروا الالوان ديالو. ملي تيلقاو واحد لو جيبار ميت كيجبدوا هذاك الفرو ديالو ويلبسوه على ظهرهم ويشرفوه، وهذا كيظنوا انه في تقديس ليسبري الروح ديال هذاك المفترس، غادي يوقع واحد التلاحم ما بينهم وبين هذيك الارواح وغادي يعطيهم ثقار ويحتار. هذا هنا باب الخوف. اما باب الاكتشاف هو شنو هو مثلا، علاش الفراعنه كانوا كيديروا المومياء، علاش بناو هذيك البيراميد، علاش لي زانكا داروا واحد الامور، علاش. فهنا كيبقى الانسان كيوصل كيبحث واحد النقطه ما كيلقاش جواب. ملي ما كيلقاش جواب تيبدا يامن باي اطروحه بحال لي تات دو كريستال، واحد الرؤوس من الكريستال لقاوها العديد من الزاركيولوج في امريكا وفي انجلترا، لقاوها في لي تومبو انكا، ولقاو العدد ديالها واش 5 ولا 7 مابقيتش عندي العدد بالضبط، على اساس الا جمعوا هذوك لي تيت دو كريستال لقاوهم منحوتين بواحد الشكل ما عارفينش باين الات لحتوا بهم، كلهم ديال الزاج، ظنوا بان وسط منهم واحد الرساله الانسانيه وكيقلبوا عليهم. دونك كاين واحد المعتقد دابا حاليا في العالم ديال تادي كريستال كذا. كذلك الالواح المبشره ديال لي زانكا بانه في 2012 كذا غادي تفنى الكره الارضيه، وهذا وراه شفنا شنو وقع في العالم العام اللي فات، والناس كيحتفلوا بنهايه العالم وكذا وكذا. ف واش هذوك الناس قالوا بانه واحد في قرايتهم للمستقبل، حيت هما كان عندهم القدره باش يقراو 100 عام بحال حنا كنقراو ساعه، دابا حنا نقدروا نعرفوا حل ديال الطقس من غدا، ما هوش سحري. بالنسبة لواحد اللي عايش في الملايين السنين تقول لي غدا غطيح الشتا يعتبرك ساحر. فهما في ذاك الوقت كان عندهم بعض منهم واحد الخاصية، واحد ليليت كان عندهم قدرة باش يقراو الالاف سنين بواحد لي بروجيكسيون بحسابات رياضية وبحسابات فلكية، فلقاو بانه في واحد الوقيته غينتهي واحد النوع من النمط من الفكري في واحد الحقبة زمنية وحنا حاليا كنعيشوها. فاذا حقيقه راه نهايه العالم في 2012 الى عالم تقليدي، العالم الفلاحي، عالم بسيط، صبحنا في واحد العالم ديال العولمه ديال المعلومات ديال الصوره ديال كذا وكذا. فها هو راه عندهم الحق، غير البولاده فهموا بانه غادي ينتهي العالم الفيزيائي. اما هما راه يقدروا في الذكاء ديالهم، لان الناس كانوا ذكيين في ذاك الوقت. فجامعه ستانفورد دارت واحد الدراسه لقات بان هذه 2000 سنه الذكاء في تراجع، 2000 سنه. فقبل 2000 سنه كان الذكاء في القمه ديالو، يعني ملي تمشي ترجع ال 5000 سنه قبل المسيح و 7000 سنه قبل المسيح، راه ما غتلقاش الناس راه كانوا بولاده، راه كانوا في قمه ديال الذكاء، كانوا الادوات قلال والامكانيات الصناعيه قليله ولكن المعرفه كانت كثيره. بالعكس دابا حنا عندنا الادوات والامكانيات التكنولوجيه مرتفعه بزاف والبلاده مرتفعه بزاف. فالانسان اللي عنده مثلا فشل في العاطفه كيمشي تيخطب واحد البنت ما كتصدقش، كيخطب واحده اخرى ما كتصدقش، كيخطب واحده اخرى ما كيصدقش، كيجي كيقول لك داري لي النحس وعندي التابعه وكذا وكذا. دابا راه عرفت انا في النقطه اللي بغات توصل لي، راه غندرز لك عليها غنجي ليها. هذه النقطه اللي كتهم الاغلبيه ديال الناس للاسف. وللاسف مشكله خيال اجتماعي خطير جدا، يعني ملي كتلقى ناس اللي في واحد المستوى اجتماعي معين وعلى يعني وعندهم مستوى دراسي معين وكيامنوا بمثل هذه الافكار، مساله كتخليك انك تحس بهذا الخلل اللي كاين. شتي لاله، انا في العمل ديالي عندي مكتب دراسات والابحاث، كنهتم مع العديد من الاخوه والاخوات اللي كيشتغلوا معايا في المكتب بالاضطرابات اللي كتصيب المردوديه الفكريه والدراسيه عن الطفل والشاب اللي اصلها جاي من البيئه العائليه والعاطفيه والنفسيه والثقافيه. علاش ما تنشتغلش على العلاج النفسي كيف كيعرفوه الناس؟ ما كنشتغلش عليه، مع العلم اننا عندي درايه فيه والحمد لله متمكن فيه، ولكن ما كنشتغلش عليه.
لان الشخص اللي غادي يجلس باش يشتغل بالفكر ما كاينش، قليل جدا. فما غنوضش نبدا نقلب الخوارق نرد الانسان الذكي بالزز، ما يمكنش. مادام باليد وسير موت باليد، صافي. هذه انت هو اختار هذيك الطريقه. فملي كيختار المواطن يكون باليد، شنو 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 شغلنا حنا؟ غادي نجيو نديروا لي فاكسان ديال الذكاء بزز؟ هو اختار يختار يكون باليد. شكون هو الباليد؟ الباليد هو الانسان اللي مشى للمدرسه، والانسان اللي قرا، والانسان اللي كيبحث في الانترنت، والانسان كيشري كتبه وكيشوف واحد الاشياء اللي كتنصحو كتقول ليه ها كيفاش تعيش حياتك، عيش حياه طبيعيه بسيطه، ما تقلش عليك، ما ديرش كذا ما كديرش كذا، ما كيحتارمش الميزان طبيعي، كيمشي وكيكلف راسو بشي اشياء اللي كتفوق الطاقه. فمثلا شابه باغا تزوج عندها ليسونس ولا ام ماستر، كتقول لك ما عنديش الزهر، وراه داك واحد الكردوني باغي يتزوجك، راه داها واحد البنيه باغي يتزوجها، ما يمكنش في الكبر ديالها وفي الغرور ديالها تقبل ولا عائلتها تقبل واحد كردوني ولا واحد بني، مع العلم ان البني زوين في وجهه ومتقي الله كيصلي صلاته وتلقى عنده شويه ذكاء، واخا ما قسمش عليه الله شي قرايه عنده ذكاء، تيعرف يتكلم وكذا، ولكن ما غادخلش ليها المخ بنتنا قاريه وقريناها وعندها الماستر وعندها الماستر نيفو دو دو روشيرش وكذا، ونعطيو البني. فدونك ملي هما كيسيبليو عائلتها في البلد ديالهم وكيجروها معها حتى هي في البلده باش يسيبليو واحد ماستر بلس دو، يعني بداو كيقلبوا هنا على ان نيفو دوم دافير ولا ان نيفو ديال الانتيليكتوال وهذا، ايوا هذيك الفئه ما سخرش لك الله فيها خير، ما عندكش قسميتك، ما كتعجبيهمش تيكاع بعدا نيت، حيت راه كاين التحام الاشياء تسيف يولي بحالهم تعجبيهم، لا هي شاده واحد المبادئ، شاده واحد الصوره، وشاده واحد النمط الثقافي، وكتنيش عليها على واحد ما جاهاش في ذاك النصيب، والنصيب اللي عندها فيه قسميه لانها بنت شعبيه ودرويشه، ولكن عاد سيفتها هي حيت الفراش راه اصلها دوده. إذا ملي كنتي انت دوده كان الدود مصاحب معاك، كنت كتلاقاو مع الدود، ملي ولات الدوده فراشه كتقول الدود بعد مني، شوف انت كيمسخ، شوف انت كيعيش في الرمل، شوف انا كان في الالوان يا ودي، راه تكتي بحالنا، راه شويه انت درتي الكوكون تخشيتي فيه وخرجوا الجنحين، حتى حنا غدا نوليو نمل ونخرجوا حنا الجنحين نتبعوك. فهنا كيجي الانسان كيبغي فورسي لو غيال، يعني هذاك الواقع لا ما تقبلوش، خصني خصو هو يخضع ليا، الواقع ما عمره يخضع لشي واحد، الواقع تيخضع لواحد، خاصك انت تكون ذكي تقول يا اما نقلع، علاش عندنا التوبه مقرونه بالاقلاع في الفكر الاسلامي، بغيتي تتوب خاصك تقلع، ما تقلع، ما تبقاش معاشر هذوك الناس، ما تخرجش تشوفهم، ما تقرش في الحومه في اللي هما فيها، باش التوبه ديالك تصبح اوبيراسيونال فعاله خاصك تبدا عاد من الواقع، الواقع ما كيتغيرش، ما غيكونش حومه كلها كتشرب شراب وانت باغي تتوب وما بقاش تشرب شراب، خاص الحومه كلها توقف، يا ودي هما حرين بغاو يشربوا، اش دخلك؟ حيد انت متم، دائما الانسان تيقلع براسو. فملي ما كيقدرش الانسان يخضع الواقع كيمشي للخوارق، تيقول راه كاين واحد القانون اللي غيخضع الواقع، شنو هو؟ هو السحر. فغيمشي لعند واحد العراف سوا ديزون، وعند واحد السيد ولا واحد السيده، وتقول لها عندي خوارق، عندي خدام، وعندي عفاريت، وعندي كذا. والغريب في الامر ان هذاك الساحر بنته هو براسو مزوجهاش، هو براسو يعني كيطبق المثال ديال لو كان الخوف يداوي يكون دابا راسو. الغريب في الامر انا عندي ناس اللي كيجيو للمكتبه عندي كيطلبوا خدمات لولادهم، شويش كنلقى خدمته كنقول لهم كيديروا هذا الشيء، وتنقول لهم انتم عندكم هادشي كتقضيوش، علاش ما ديرش واحد اللعيبه لبنتك وتقول لها تعرف قرايه؟ كيحصل في ولده، تيحصل في بنته، كيحصل في راسه هو، كيمشي ليه قدره على الجماع مع مرته، هو تا واخدم ملي عندك اسي، ملي تا عندك اش كتقول بغينا شي حل ولا بغينا شي كذا؟ فكتلقى نسبيا 1% اللي خدام و 3% مزيف. فهاد ثقافه الخوارق، الانسان عوام يقلب يشوف واش العكس عنده هو في طريقته التعامل مع الواقع. هذاك الشاب اللي مثلا دائما كيدير افلاس، عندي شباب كيجي كيقول لي درت شركه ولا افلاس، درت شركه ثاني افلاس، داري لي الثقف، داري لي السحوديه تبعت، نقول له ما ندير لك حتى واحد حاجه ولدي، انت بديتي بالمقلوب، كان خصك تبدا متعلم باش تصبح معلم، متعلم عندك التاء ديال التأني، غتمشي خطوه خطوه، متعلم تتعلم، اما انت ما بغيتيش تتعلم، حيت الا بغيتي تتعلم خصي امرك واحد المعلم، جيب هادي جلس هنا، طلع هنا، سكت، ما تهضرش، غيتصرف فيك. ماشي غير حنا وصلنا لواحد البلاصه وعرفنا، كنا ستاجير عند ناس، كنا نصيبوا لهم قهوه، كنا نشطبوا البيرو قبل ما يجيو، ندوزوا لاسبيراتور، كانوا يديروا بينا يقيمونا ويهبطونا. وانت تحني راسك يا ستاجير، خصك تعلم منه، عنده واحد الصنعه، عنده واحد العرف، سد فمك وحني راسك. حنينا راسنا 7 سنين 10 12، دابا وليت تلقى ستاجير ما يصبرتش شهر، شهرين تيبدي كيبغي يعرف، 3 شهور تيولي تا هو يتزايد معاك في الراي. يا وليدي انت يلاه قلتي بسم الله ومزروب،
يا بنتي يلاه بديتي مزروبه لاحظتي السرعه كلشي باغي. فملي كيجي هو هذا السحر عنده واحد لا فورمول تيقول لك غنعطيك بسرعه، راه كتشوف كاع الافلام لازم نصبحوا هذه الافلام كيروجوا في السوق في السينما بزاف، لان كيجبد واحد سواديز واحد لا باغيت، كيجبد واحد لا فورمول، واحد كيجذب شهر باش يصور دريال، واحد كيجبد فورمول يخرج فلوس. اي هاي 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 تكون اللي باغي يخدم كاع الكسالى والبولاد العالم غيتكبوا عند مول لا فورمول، يقول لي ودي عطينا هذيك لا فورمول باش حنا نجبدوا الفلوس بلا ما نخدموا. فملي كيلتحم الجبن وعدم الشجاعه قله الصبر والبلاده كيتجمعوا كيولي انسان باغي بنت زوينه ويشري لها ذهب وقال لك ويسحر لها وجيبها احي نعم ايوا سحر لها هي ولا داك يعني دير يعني بروفيسور في هذه النقطه بالضبط. كاين عدد كبير من الناس اللي من بعد هذه الممارسات يعني من بعد ما كيديروا هذه اعمال الشعوذه تيحس بالاستقرار النفسي والاجتماعي، كيحس نفسه باللي وصل للنتيجه اللي بغى، واخا ربما تقدر تكون ديك النتيجه جات صدفه، يعني تيقول فعلا راه هذا الشيء اللي درت ها النتيجه كانت، وكيحس بواحد الراحه. فهنا واش كاين شي تاثير نفسي اللي كيظهر في هذه الحاله؟ هنا عفا اختي بغيت غير نعطي نسبيه في التقويم ديالك انه كيحس براحه، ابدا كيحس براحه. شكون هو اللي داك شوكه ديال الدروغ اللي رافع راسه بالكحول اللي مريض نفسانيه مسطيه؟ من الانسان العادي ما عمره كيحس براحه. الانسان العادي عنده نفحات ولقطات سويعات اللي فيهم الراحه، اما الشيء الاخر كله الكد والسعي والتعب. احنا ما ترتاحوا حتى كنمشيو للقبر. الانسان العادي العقل ما كيرتاح حقيقه حتى النهار كيفرشوا ليه الفراش الاخير وتيتمدد في هذاك المكان، ديك الساعه كيرتاح، وديك الساعه غيبدا عاوتاني واحد الكد واحد اخر، غيبدا حساب اخر. اما في المفهوم ديالنا حنا الكد والسعي الا نفحات، وحتى النعاس ديال الانسان المؤمن ما هوش نعاس مطلق، لانه نعس وتيشوف رؤيات وتيعيش خواطر وتيعيش حالات اخرين، فحتى نعاسنا ما هوش راح. فباش يجي الانسان ويقلب على هذه الراحه المطلقه، هذا واحد التصور ديال الحلم، ان الانسان تيبغي لا كتغدى كتتلعس 20 دقيقه راحه 20 دقيقه نسبيه، كتنوض كتسالح حتى البحر عندك الراحه 4 ساعات قبل ما يصوني لك تليفون ويخبروك راه كذا وراه كذا ويصدعوك، ما عندك عمرك تلقى راحه مطلقه عند الناس العاديين. شكون هو الانسان اللي تلقى عنده راحه؟ اللي لا يبالي، اللي ما عندوش ضمير، ما عندوش نفسه بارده، ما عندوش حرقه، ما عنده والو. هذاك تيمشي ساعات للبحر ومشي ساعات للمطعم وكيطفي التليفون وانه ما عندوش. فانه في المخيله وفي الخيال الوهمي عند هذوك الاشخاص صيغه اليقين خصها تخدم. الانسان لابد له من يقين في واحد البلاصه، يا اما في صيغه النور يا اما في صيغه الظلمات، خاص اليقين. فالمؤمن متيقن، عنده يقين بان الله سبحانه وتعالى ينظر اليه وكيشوفه وكيشوف الاعمال ديالو. هذا المؤمن عنده هذا اليقين. كذلك الظالم لنفسه، الظالم في الفكر الاسلامي هو شخص عنده اليقين بانه عنده واحد السلطه وعنده واحد المداد وانه عنده واحد الخدام وعنده واحد القدره. وناس للاسف كيامنوا بها. عندي حالات اللي كنعرفهم اللي السيده كتقول لي بانه كيدخل واحد من سابها للدار ديال راجلها وتيبدا يعوج صباعه ويبدا يشم واحد الريحه وتيقول لها كنشم ريحه السحر مديرها لكم فواحد البلاصه حنا، وتيوقف في هذاك المكان بحال شي اورلوج وبدا يفيبري ويبدا يقرا الليل كله واقف تما تيقرا. وفي الاخر تيقول صافي حيدتو لكم ونكردوا البال، الا مشيتوا لهاد البلاصه عاوتاني غادي يجدوه لكم. فقالت لي مسكينه السيده لراجلها اللي هو خو هذاك السيد، صبح كيامن بالفكر دخوه لدرجه ولا ملي كيبغي هذاك خو يزعزعو تيقول هذيك الكسوه ديال مرتك راه فيها. كيجي راجل تيقول لها لا وحيد الكسوه حرقيها، يا ودي الله شتينا الكسوه، شويه ولا الموعن، شويه ولات الماكله، ما خصكمش تاكلوا هذا النوع ديال الحمراء فيه، راه هذه الخضره فيها. شتي تخيل وصل الاحماق. فبالنسبه للخوه هو كيحميه، عنده واحد البوفوار سيغ ناتورال تيحميه. هي مسكينه قاريه وفاهمة كتقول لها ما ودي هذا الشيء راه ماشي معقول. قال لها شتي دابا انت ما كتامنيش، دابا انت راه مخدومه. دابا شتي انت ما كتامنيش، لا راه ما داروا فيك. وقال الخو طلقها وما يطلقوها. فجات لعندي في واحد الحاله كتقول لي استاذ واش هذا الحماق؟ قلت لها لا ما كنتفاجئوش، لان ملي كندخلوا الجاهليه دخلنا للتعفن. ملي تدخل التعفن ما كيبقاش يفاجئك واحد يخرج فيه الامراض صافي دخل التعفن. لانه ربما حتى هذا الجانب من 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 الشعوذه عنده لا بغينا نقولوا طبقات، يعني كاين الناس اللي كيامنوا باعمال اللي كتصنع
كاين الناس اللي كيامنوا باشياء اللي كتوكل، كاين الناس اللي كيامنوا باشياء اللي يمكن يطبقوها من قبيل لسبري والويجا ولا غير ذلك، كاين الناس اللي كيامنوا بانهم بالخططات وبالاعمال اللي هي مكتوبه واللي خاصها تكون معايير معينه الى غير ذلك. وصلت حتى العدد ديال الناس اللي ربما كيبحثوا في بعض الكتب التاريخيه اللي مرجعيتها ربما كترجع العلم الشعواده الى غير ذلك. فواش يمكن نعتبروا الشعوذة حتى هي بالطبقات، كل واحد كيفاش كيشوفها، كل واحد كيفاش كيعتقدها؟ هو المستوى البسيط هو هذاك البخور وهذاك المسائل اللي كتكال، لان كيف شرحت عند الخبراء كاين الانفكسيون وكاين شي حوجات اللي تيمسوا لو سيستم نيرفو، هذا سي لو نيفو بريمير. وكاين واحد لو نيفو واحد اخر، واحد المستوى واحد اخر اللي حاليا واحد العلم قليل اللي كيهتم به. دابا حاليا ملي وصلنا لا كومونيكاسيون كوانتيك، تواصل الجزيئات، تواصل المعلومات بين الجزيئات بدون اي اتصال فيزيائي، فدابا وصلنا نفتحوا باب علمي في صيغه الروح، في صيغه التواصل بالكيان المعنوي. باش ما نسموش الروح باش ما نستفزوش المؤمنين، نسموه الكيان المعنوي، الكيان المعنوي ما بين النفس وقدرات اخرى. فملي اصبح العلم الفيزيائي حاليا قادر يجعل جزيئات ضوئية تواصل المعلومات بينها وبين بعضياتها بدون أي اتصال فيزيائي، هنا تفتح لنا باب علمي باش نشوفه بأن عندنا احنا كائن معنوي، والكائن المعنوي كيتواصل بالمعاني وبالكلمات وبالحروف. وغادي نقدروا نطرحوا أسئلة في المستقبل، خص إن شاء الله واحد 50 عام 100 عام اللي عاد تكون الإجابة عليها، واش المعاني لها فقط القدرة على خلق صور والتصورات الفكرية، أم لها أشياء أخرى، أم لها قدرات أخرى؟ فأنا كنظن من الناس اللي عندي الفكر يعني بولاستون في السيونس فيكسيون، كنظن بأن اللغة والفكر عنده قدرات فائقة، ماشي فقط كتخلق في الكيان المعنوي ديال الإنسان تصور، عندها قدرات أخرى لتعطي الانطباع وتعطي أشياء أخرى. فملي نوصلوا الفيزيائية المحتويات المعنوية، غادي نلقاو بان السحره كان عندهم حتى هما في هذاك الوقت الماضي، في وقت بحال ملي كنشوفوا في 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 اللقاء ديال 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 سيدنا موسى مع السحره، قال سيدنا موسى قال القوا، فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. الله سبحانه وتعالى وصفهم ولكن كذلك اعطاهم الوصف بسحر عظيم. فهنا هو عطانا كيفاش كيخدم، سحروا اعين الناس يعني هو ليماجينير تقاس، واسترهبوهم يعني حركوا فيهم العاطفه، وجاءوا بسحر عظيم. هنا الجلاله حاضره قليل غير ليها البال في سوره الاعراف، يعني سيدنا موسى هو اللي كيعطي الامر، ملي قال لهم القوا عطاهم الامر. فملي تيكون واحد جوج كيتبارزوا، ما عمر العدو ما غادي يخضع الاخر، ما عمر العدو ديالي ما غيخضع ليا نقول له دير، ما يخضعش لأنه عدو. أما هنا خضعهم ملي قال لهم ألقوا، هما خضعوا. فلما ألقوا علاش؟ لأن كاين في سورة النساء وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، شتي الجلالة معطية ليه، فراه من هاد شتي السند جاه من هاد، وألقي هو غير يجي الإذن، وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فتوصف السحر ديالهم بعظيم وهو غيتلغى بالجلاله، والقي ما في يمينك يعني راه كي راه الامر ديال سيدنا موسى راه امر ها شويه، والقي السحره ساجدين. لاحظ معايا القي ماشي والقوا بانفسهم، والقي تفعل فيهم الدار فيهم، يعني هما الفوق في الايات الافصارات الاعراف سحروا اعين الناس واسترهبوهم، وهنا غاد الدار بهم هما نيت والقي السحره يعني فعل فيهم مبني المجهول، يعني غاد تحناو الجلال اللي عنده اللي عطى الله سيدنا موسى الجلال اللي عنده، يعني خلات الفعل ديالهم يقوم باش الناس يعرفوا سحر عظيم ويعرفوا فوق من السحر كاين حاجه اخرى. شتي دابا هاد الفيزيائيه ديال اللغه، فيزيائيه المعاني، العلم الحديث مازال ما اهتمش بها لان هي صعيب تدخل المختبر. كيفاش غدير تعرف لفي ديال واحد الكلمه؟ كغدير كيمشيو حاليا كيحطوا دي سكانير، كنشوفوا واحد لي رام فونكسيونيل ديال السيرفو بوندون ليلوكوسيون، كنعطيو صور الاطفال، كنعطيو كلمات، كنبداو نشوفوا لي زون سيرفو، هادشي اللي كيقدر العلم الحديث يشوف حد الان. اما باش نشوفوا كومو لا ترانسميسيون كيف دارت في لي فوتون
نشوفوا لا ترانسميسيون ديال الكلمه في ليسبري واش كيوقع هذا الشيء باقي ما دار. بروفيسور في 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 دقيقه قبل ما نمشيو مع فاصل حاب نطرح عليك واحد السؤال. عدد كبير من الاخصائيين النفسيين كيربطوا هذه الحاله بالعقل الباطن، كيربطوا بانه كتكون مرجعيات عند هاد الاشخاص، ربما في بعض الاحيان كنصرحوا بمعلومات عن غير قصد الشيء اللي كيأثر من بعد، او لا يعني كتكون واحد النوع من الاستدراج للاخر باش يمكن نوصلوا المعلومات وبالتالي كنعكسوها عليه، باش في اللحظه فاش كنبداو نقولوا له معلومات وكنفاجئوه كنبهروه تيولي فعلا كيقول بلي هذا السيد راه متمكن وقادر انه يعرف الخبايا ديال حياتي. كاين اخصائيين اخرين باللي ربطوها بانه خلل اجتماعي ما عنده حتى شي مصدر، ما عنده حتى شي كيان، وبلي هي اشياء دخيله جدا على العوالم النفسيه. فهنا بروفيسور شنو يمكن تقولنا رايك في هذا الرايين المختلفين؟ لا اولا ما كنحبش الترجمه ديال العقل الباطني، هي ترجمه شرقيه مصريه ما كنحبهاش. كاينش واحد الحاجه سميتو العقل الباطني، فين مديور؟ واش في المعده؟ واش في الطيحان؟ فين هو؟ كاين عقل واحد هو في الجمجمه، وكاين الخلايا الدماغيه، جميع الخلايا في الجسم عندها واحد البنيه نيرفوز، يعني شاك ستركتور سيلولير فيها واحد تابيسمون ديال ان ستركتور نيرفوز. ما هذه الترجمه ديال العقل الباطني بالنسبه ليا ترجمه ما هيش في المستوى، ما كنحبهاش. فكاين العقل وكاين ما يسمى تلا شعور، ترجمتها هي ما فهمتشها، لان لانكونسيون مشاو ترجموه بارابور لوبوزيسيون لو كونسيون، فالكونسيون ترجموه بالشعور، وباسكو لانكونسيون سي لوبوزي دي كونسيون مشاو ترجموه بلا شعور. كذلك هذه ترجمه للاسف ما هياش في المستوى. فبالنسبه ليا كاين لغه عربيه فيها النفس، فعلاش نقلبوا على شي مصطلح ما عدا لا حيت النفس جات في القران، فلهذا الناس ما كيحملوش وما تيحبوش المصطلحات العربيه اللي جايه من القران، شغلهم هذاك. احنا ناس كنستعملوا اللغه العربيه الإسلامية واللغة العربية ما قبل الإسلامية، وما عندناش سكيزوفرينية لغوية. فبالنسبة لهذ الأشخاص كاين هوارد غارنر اللي هو شخصية بارعة في 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 في, 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 في تخصص في الذكاء والأنواع ديال الذكاء، وهذا البير فونداتور ديال لي انتيليجونس ملتيبل كيتكلم على اول مستوى في الذكاء عند الطفل وكيبقى عند الشخص البالغ من بعد، البالغ اشده ماشي البالغ بلدته. فلهذا دابا كتسمع واش بلغ، واش بالغ، وبالغ فين؟ سمي كمل جمله، عطي البيريفراز، ماشي غير بالغ وتخليه وقف تم. العربيه القرانيه بلغ اشده ثم استوى، حنا كنجيك واش ولدك بلغ؟ اش بلغ؟ شنو بلغ؟ كمل. واش بلغ النكاح؟ واش بلغ كذا؟ سمي، ماشي بلغ وتخلي بوان سوسبونسيو معلك تما يدخل لك الدري وحمق. فملي ملي ملي البروفيسور هوارد غارنر كيتكلم على لي انتيليجونس مولتيبل، لا بروميير ستاد لو بلوز امبورطون القوي بزاف هو الذكاء العاطفي. شنو هو الذكاء العاطفي؟ هو ان الشخص ملي كيجلس قدامنا عنده احاسيس كتفوح منه. دابا انا اي شخص يجلس قدامي من حركه وجهه، من الترميشه ديالو، من الصرطه الريق ديالو، من 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 الغرغره مصارنو، من لانكلينزون غنشوف لي زونغل فيرمي، لي زونغل اوفير الكتف ديالو، غنشوف الدياغونال ديال 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 لافون برا، غنشوف الجيومتري، غنشوف الفاسياس، غادي نبدا نعطي لا بيرسون. شحال مره شخص كيقول لي واه كي درتي عرفتي؟ نقول له ودي راه ديدكسيون هذاك استين با تريح واه، كنقول له قد خربت شي شي قندخر واه. فدابا انا غدا نلبس واحد العبايه وندير واحد الشد على راسي ونبدا ندير هكا، غدا نبدا نقول لك الدريب ولا فقيه. فهذا علم حاليا الاف بي اي وليزيكول ديال ديال البروفايلين في الاف بي اي كتقرا هذا العلم، هذا سي دي لا سيونس، كنقراو لي سين، وشاك سين عنده اون سينيفيكاسيون. مثلا شخص كدوي معاه وحك بيدو اليسريه ثلاثه نوبات نيفو كيكذب، هز عينه جوج مرات اليسر واحد لونغل تيشك ما ميقنش. فلهذا ملي كيمشيو ناس كيديروا حمله انتخابات في اوروبا وامريكا كيستاشروا مع الاختصاصيين باش كيوريهم كيفاش يهضروا بيديهم فوق الطبله، كيفاش يجاوب الشخص ويشوف ليه في عينه، كيفاش يهز يده ما يبوانتيش صبعه، كيقريهم هذا الشيء هذا. فهادو ناس كنعرفوهم، انا كنعرفهم، تعاملت معاهم في امريكا وكنعرفهم، وانا حاليا مستشار ديال شحال من مقاوله اجنبيه في المغرب، وكيستشرون كيقول لك ودي حنا بغينا نتكلموا مع المغاربه بلا ما نصدموهم، واش يمكن لكم تنصحونا؟ اين جمله نديروا؟ اين كلمات نديروا؟ اين حركات نقولوا للناس ديالنا يديروا؟ وكنقريهم. دابا شنو هو هذا تو؟ سي 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 دو كود جيستويل، لو كور عنده سون اكسبرسيون، نابيل سا ليكسبرسيون كوربوريل، فالناس كيفهموها وكيعرفوا ليها. فهذاك الشخص اللي غتمشي يجلس عنده الواحد باش يرفع عليه الطالع وكذا وكذا، عنده هذه القدره باغ انتويسيون، حنا قريناها ونمينا فيها الدماغ ديالنا، هو ربى العاطفه ديالو بالدرجه كيحس بيك. فالوقيته اللي كتدخل المراه وعندها الجفون ديالها صفرين، وعندها تحت عينيها واحد لسيرن، وكيشوف فيها بحال هكا وكيحس بالحزن، وانت شنو غيحزن المراه؟
اولا كيسولها واش والده ولا ما والداش. المراه كانت مزوجه غير حزنها الولاده، ولا كانت مزوجه كيحزنها الزواج. يعني كيمشيو لهذوك لي بوين بريمير معروفين، يعني النقط الواضحه، شتي هادو نابيل سا لي بور بريمير. نعم، واحد المخاوف بديهيه كاينه عند الانسان، الا مشيتي ليها غتعرف بان ما يمكنش تخطا. صافي من تما كيبدا هو يستدرج بالعاطفه، مثلا يشد لك يدك ويشوف درجه الحراره واش مرتفعه. ملي كيلقى درجه الحراره كيعرف بان سام كور اللي اون بون سونتي، لان لو كور اللي مرتفع الحراره ديالو يا اما مريض وغادي يبان لك العرق، يا اما ما مريضش عنده طاقه. فكيهز عينو واش مريض لا، دونك كيعرف باغ ديديكسيون بان عنده طاقه. دونك عندك طاقه، خصك تاكل، خصك تلعب، خصك تنكح. كيعرف كتاكل، كيعرف كتلعب، ولكن كيعرف انك تنكح شنو عندك مبادئ. كيجي كيقول لك تما خصاص في الطاقه، دونك مانيبيلاسيون. هادشي كله كيدير بواحد السرعه، يعني حساب رياضي. فوق بلي كو سيرفو هيومان كابابل دو تريتي حتى ل 7000 فراكسيون دانفورماسيون ا سكوند. نعم، 7000 جزء معلومه في الثانيه. يعني تبارك الله، راه الا كان مخدم هو غير 20% دماغ ديالو راه غادي يلعب بهذه المعلومه. اكيد بروفيسور، انا غادي نواصلوا معك وغنواصلوا بشهادات وتجارب الاوفياء الكرام. حابين انكم تواصلوا معنا من خلال البرنامج بكل وضوح. يمكن لكم تصلوا بنا على 05 22 46 72 50 51 52 او 05 22 43 00 09. كيف ما يمكن لكم تبعثوا لنا برسائل نصيه، غتكتبوا ماد ام او دي، خليو فراغ وبعثوا بالرساله ديالكم ل 5080. ثمن الرساله 6 دراهم احتساب الرسوم. وقبل ما نبداو استقبال مكالماتكم، غادي نتوقفوا للحظات مع فاصل اعلاني بعد اختيار غنائي، وراجع لكم اوفياء الكرام على الاذاعه القريبه منكم ماد غاديو وبكل وضوح. بكل وضوح نعود ونواصل وإياكم أوفياءنا الكرام لقاءنا المباشر على ميد غاديو إلى حدود 3:30. اليوم كنتكلموا على الشعوذة وتأثيرها على الشخص المؤمن بها، دائما بحضور البروفيسور ميمون مبارك الدريبي، كاتب وباحث في علوم النفس والتحليل النفسي. حاولنا من خلال دردشة مفتوحة مع البروفيسور نتعرفوا على أصول الظاهرة، أيضا نتعرفوا على معلومات وافية وكافية حول هذه الظاهرة اللي ربما اليوم حضرة بقوة في مجتمعنا. منا من كي آمن بها، ومنا من كي يرفضها، ومنا اللي لقى نفسه الوسط ما عرفش واش يآمن ولا يرفض. ربما أسئلة كثيرة مرتبطة بالعقيدة ومرتبطة بصور كثيرة اللي غتكون إن شاء الله فرصة باش نعود نرجع لها مرة أخرى. لكن سمحتي لي بروفيسور، نمشي ونأخذ معنا مكالمات المستمعين، نستشهدوا بتجاربهم وأيضا نستمع لأرائهم. معنا أول اتصال على 05 22 46 52 51 52 او 05 22 43 00 09. يمكن لكم ايضا تبعثوا لنا برسائل نصيه، غتكتبوا ماد ام او دي، خليو فراغ وبعثوا بالرساله ديالكم ل 5080. ثمن الرساله 6 دراهم احتساب الرسوم. غنمشيو ناخذوا معنا اول اتصال. معنا لاله ناديه من كندا، مرحبا بك لاله ناديه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. دايره دكتور مامون، مرحبا اختي، بارك الله فيك. لا الحمد لله، انا الا عقلتي عليا كنت زرتك في الصيف ان شاء الله تفكرني مدام ناديه، كنت معايا بنياتي بجوج وكنت حكيت لك على الباركور ديالي في عقلت عليك مع الام ديالك ومع صافي عقلت عليك. مامون كي دايره الصحه؟ لاباس بخير الله يبارك فيك. مرحبا مرحبا. المداخله ديالي هذا النهار في هذا الموضوع ديال الشهوذه هو ان الانسان اللي الايمان ديالو بالله قليل هو اللي تيعجز يحل مشكل بالقدرات ديالو الفكريه، هو اللي تيلتجأ للسحر. سيبوزون ماشي سيبوزون، احنا عارفين ان الله سبحانه وتعالى هو اللي خلق الانس وهو اللي خلق الجن، واي حاجه تتصيب الانسان بالقدره ديال الله سبحانه وتعالى. ولو الانسان مثلا يكون انمي اللي تيلتجأ للشعوذه باش يؤدي الانسان، راه كلشي باذن الله. راه ممكن يكون لك المشعوذ ولا داك الانسان اللي باغي يدير ديك المساله الخايبه سبب، راه كلشي باذن الله خاص الانسان يكون عنده هاد القناعه. وغنعطي المثال ديالي وديال الباركور ديالي. انا درت واحد النهار اللي قال لي هاد المشاكل اللي حنا كنعيشوا فيها يمكن داكشي اللي كانوا تيديروا دارنا، لانه وقف على العائله ديالو كانت تستعمل هادشي الشعوذه ضد العلاقه ديالنا، لدرجه انه بغى يوهم راسو ان فعلا المشاكل اللي عندنا سيديول داك الشيء اللي كانوا تيديروا دارهم. وجامي جامي جامي في حياتي ما دخلت هذه المساله لراسي، بالعكس قرنت هذا الشيء بمسائل علميه وبمسائل نفسيه ولونديرونس الانسان في لونفونس ديالو ومجموعه ديال الامور. حقيقه
لان من امبوسيبل امبوسيبل باش باش نلتجئ القدرات اللي خارجه على الطبيعه على الطبيعة. يستحيل يستحيل. وبالتالي تنظن أن هذا قمة الضعف عند الإنسان. ولو نوصل ما نعرف فين وصلت المستوى الدراسي دياله ونتاج على هذا الشيء فهو إنسان جاهل وضعيف وما عنده حتى شيء إدراك بالحياة. نقطة أخرى الله تكسر دكتور مامون بغيت نشاور معك فيها. مرحبا. لأن الوقت اللي كنت الوقت اللي كنت زرتك كنا تكلمنا على حياتي مع في دارنا أنتي دو سويت. أنا عندي مشكل دابا مع الزوج ديالي. ما عرفتش منين نبدا ولكن نحتاج الراي ديالك. الله يجازيك بخير. ان شاء الله. تفضل تفضل. وصلت لديك كريز دونغواس خايبين. وصلت لواحد الحاله رجعت لواحد لا ديبرسيون اللي بغيت نخرج منها من بعد 10 سنين ديال لي زونتي ديبرسور. وقفت على ان دوك لي زونتي ديبرسور كانوا في كالمي وغير لي سانتوم وان السبب الرئيسي هو لو ماليز والمشكل اللي عندي مع الزوج ديالي اللي هو براسو الى اونديري واحد لونفونس خايبه وكيف حياتي كامله تنقرا له العذر. دوزت 10 سنين معاه في لا ديكونيكسيون لي ريسبونسابيليتي توتال. جي بري اون شارج تو بلا بيرفيكسيون بان ديك الاسره ديالي خصها تكون مثاليه تو سكو فولي. ما نقدرش نهضر في الديتاي بزاف باش ما نطولش عليكم. وكان اخر امل اننا نقضوا الزواج ديالنا هو اننا غادي نجيو لكندا وغيتبدل وطني وعود وانسي دو سويت. مني جينا هنا لقيت داكشي كله رانا كنت عاودت لك طرف من هذا الشيء. ولقيت ان التصرفات ديالو انه كونفيرم كو شنو كان تيدير في المغرب. تعاود ما التجاتش عواده بيان سور التجات للعلم تنقرا على لا سيكاناليست بزاف تنقرا على لي سندروم دابوندون تنقرا على لي بيرفير نارسيتيك. ما خليت عليهش قريت كلشي تلقى عنده طرف منه. ما نقدرش نعطي راسي الحق انني ندير ان دياغنوستيك عليه ولكن عييت وعييت وعييت وتنحس بواحد لاكولير باش نقدر ننسى الماضي. خصني الواقع هو اللي تينسي الماضي. الواقع تيقول انه غير تيكونفيرمي داكشي اللي كان عنده شرادي. بغيت نطلق وتنفكر في ولادي ما قادراش. لفت ديال اني انونسي لهم انني نفاق معاه ما قادراش. وفي نفس الوقت تنقرا ليه العذر. في نفس الوقت تبقى فيا الاسره ديالي تشتت وعارفه راسي ما نلقاش اب احسن من اب من بات ولادي. نعم. ولا سمحتي لي لاله ناديه اللحظه البروفيسور يعطيك رايه في الموضوع باش ناخذوا معنا بقيه مكالمه. تفضل البروفيسور بعجاله. كنحيي الشجاعه ديال هاد السيده لان عاشت واحد الماضي يعني اللي يستحق روايه وروايات. يعني الا كتبت كتاب على قصه حياتها وعلى طفولتها هاد السيده هادي يعني قدوه ومثال للصبر والمعاناة والتفوق بالدراسة. يعني أنا دابا اللي رجعت المعلومات لهذا فيعني ما شاء الله الله يكمل المشوار ديالها بخير وعلى خير. إنما هاد المعاناة اللي عانات وهاد الشيء اللي عاشته أعطب فيها العديد من القوة ديالها. يعني صبحت بحال شي واحد اللي دوز حروب صافي كيولي واحد الوقيته معطوب نفسيا مابقاش يقدر يتحمل. ف نصيحتي لها بعد الأولى هي ما تعتبرش بأن هذوك الأدوية غيحيدوا غير الأعراض وبأنه يمكن تجاوزهم. لا. إنسان ملي كيفوت واحد المحن وكيعيش واحد الهزات وكيعيش واحد الاضطرابات اللي كتكون في الزمن طويلة ومستمرة كيخصو لابد من واحد التريتمون بيرمانون يكون متخاد مع اختصاصي اللي يراعي الكفاءات ديالها الفكريه ما يتقلش ليها دماغها ولكن خاص يبقى حاضر واحد الدواء اللي كيضمد لان هو بحال امبونسمون بسيشيك كيضمد لي فونكسيونمون سيريبرال اللي من بعد كينطبع على لو كور وعلى البسيشيك. فهنا هذه النصيحه الاولى لابد عفا اختي الله يرضي عليك لما تستشر مع شي سبيسياليست وتعاود تاخذ ادويه بواحد الشكل خفيف ما تخافش من الادويه ما غادي توليش في ادمان ولا كذا ولا كذا. النقطة الثانية هي الظرفية والظروف اللي دابا تتعيشها مع زوجها. كندا من البلدان اللي مقنا الاختصاصيين وأنها تلجأ لواحد المؤسسة في كندا وتقول لهم راني عندي صعوبة مع زوجي وعندنا صعوبة مبغيش نشتت العائلة وغادي يرسلوا ليه اختصاصيين وغيجيو عنده تالدار وغيستدعيه وغادي يمشيو يجلسوا. يعني قبل ما نوصلوا نفكروا في الفراق وفي الطلاق نخدموا الأدوات. حيت اللي ما خدمتش هي الأدوات ولا قدر الله وصلوا للطلاق غادي يدخلوا في المحكمة الكندية غادي يوصلوا للمؤسسة الكندية. يعني غادي يرجعوا الأدوات غير بشكل شبه عنيف.
اما نمشيو ليه حنا الاميابل، نمشيو ليه بطريقه عرفيه، نمشيو ليه بطريقه ادبيه، انها تستعن بشي مؤسسه ما، سواء اين اسيستونت سوسيال، سواء شي بسيكولوج تيرابيت دو كوبل، تمشي تروي ليه التفاصيل، تقول له ودي انا هاد الزوج ديالي شنو الظروف اللي كنعيش فيها انا وياها، ها الامور اللي كتزعجني وكتجعني نضارب، ها التاريخ ديالي باش يعرف شنو كاين، تاريخ ديالي عانيت وعندي اضطرابات، ما كنقبلش الغوات، ما كنقبلش العنف العاطفي، ما كنقبلش كذا، ما كنقبلش كذا. كنعرف بزاف الناس كيحشموا قدام المؤسسه، فيقدر هو في الاول ينفر، ولكن الاختصاصي دري عندهم طريقه باش كيشرحوا، وعندهم طريقه باش فتستعد. ولا ربما في بعض الاحيان ما كنقدروش نوصلوا المعلومه حنا كما يجب، يعني في غياب خاصنا وسيط اللي يمكن انه يخلق واحد الجو. واذا سمحتي لي بروفيسور غنمشيو ناخذ معنا اتصال اخر. معنا عزيز من فمزكيد، مرحبا بك سي عزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. استاذ مرحبا خويا. عليكم ولاي. الله يبارك فيك يا شريف. الله يخليكم دائما ان شاء الله المسلمين. الله يطول عمرك خويا، بارك الله فيك، احنا جميع المسلمين ان شاء الله. انا استاذ عندي واحد التدخل في هذا. مرحبا. ديال اليوم. مرحبا. انا اصلا من خميسات وانا خدام هنا في المغرب، يعني في شهر جوج العام الفايت وقع لي مشكل وخرج فيه واحد الحبوب في صحتي كامله، في امي، في الصدر ديالي، في الحلق، يعني ما كناكل ما كنشرب ما صافي، وعيني تقلبوا هذا هو، ومشيت لبلاد كونجي. فاش وصلت تمايا وداوني ما ندار للرباط للسبيطار المعرفي، يعني من بعد ما دوزت التحاليل والسكانير وهذا هو، يعني الاطباء كلهم قالوا لي بان قالوا للوالد يعني ما عنده حتى شي حاجه، ولدك سير جري به الا بغيتي تجري به، يعني هذا الشيء دابا راه ماشي ديال الطب، يعني كل شيء كيقول لك راه ما عندك حتى شي حاجه، التحاليل كيقول لك ما عندكش، السكانر كيقول لك والو، درت سكانر عموما على الصحه ديالي كامله. يعني في اخر اللحظات يعني بقاو كيديوني الفقاعة وهذا هو، يعني ومشيت ما خليت بلاد، ما خليت جوج، ما خليت عشره، ما خليت، يعني شحال جريت شحال قاصيت، يعني وليت كنت ما كنامش بالشعوذه كاع، ما عرفتش كاع شنو هي الشعوذه، واني فاش وقع لي هذا المشكل هذا هو، يعني كتمشي عند الدقيق كتقول لي كيقول لك راك واكل، راك شكون شكون اللي دار لك، شكون اللي دار لك، قول لي راني واكل العدس واكل الحمص واكل اللوبيا، بصح قول لي كناكل العدس وكناكل الحمص. انا من داك الشيء كناكله. وانا استاذ شكون اللي خلاني يعني نامن بهم بزاف، يعني انا دكاتره يعني كبار، لا في سميتو لا في الجلد، لا في جهاز الهضمي، جهاز التنفسي، كلهم كيقولوا لي بان هاد الحبوب اللي عندك يعني راه. وبهذيك الطريقه عزيز بريتي؟ لا بريت 100%. غريب. يعني ماشي داك الشيء اختي مريم، يعني قول لي سي عزيز، لقيت اللي وقع لك هاد الشيء، كنت مزوج ولا لا؟ لا ما كنت مزوج. الله كيف جوج، الله عندي 15 يوم في الزواج دابا. ديك الساعه كنت مزوج؟ ما نزوجش. وواحد نصيحة نصحها للشباب، يعني راه كلنا عيبنا واحد، يعني بعد مش طريق الله. وبلاتي خلينا نذكر انا وياك، لقيت اللي كنت مزوج ياك، كي كانت علاقتك مع باك في الصور؟ يعني با كان ديك الساعة خدام سيرفيس الداخلي، يعني كنجي كنشوفو 20 يوم ويمشي عاوتاني لنا 4 شهور. يعني عندك خصاص في العلاقة مع الأب؟ يعني معنا هنا هو الصغير عندهم. عليهم ضحك معايا، يلعب معايا، نشد انا وياه. لا من غير هذه ضحك معاك وتشد انت وياه، يعني المده الزمنيه اللي دوزتي مع باك ما شبعتيش، ما غلغلتيش في حب الاب؟ لا يعني فوقاش شفت الوالد مزيان من 2005 فاش خرجت التقاعد تما ديالي مزيان. دابا كتظن لقيتها اللي جلستي حدا هذاك الرجل الصالح اللي عنده شويه الايمان وعنده واحد شويه القران، واش ماشي الصوره المثاليه ديال واحد الاب كيف حنا كنتمناو كاملين يكون عندنا واحد البانه بحال هكاك؟ يعني اش غنقول لك يا دكتور، باش يعني ذاك السيد راه الله اللي كيشاف ماشي لا دابا من غير الله، حنا في الباب الانسانيه، في الميزان الطبيعي، واش ملي غنجلس حدا واحد الفقيه حامل لكتاب الله ومتاني وصوته دافي وحاضر حدايا، واش ما غادي القلب ديالي والعاطفه ديالي ما غتنوضش تخيل انه يا ريت كان باب حالة السيد؟ يا كنت يعني كنت من ما قلتش عليك، يعني فاش بدا كيرقيني وكيقرا عليا وانا كان قول لي هذه يرقيني ما فيهاش يترقى؟ يا فيها. اش كتعني يترقى؟ اش كتعني؟
يعني كيترقى لواحد لواحد الدرجه كبيره. يترقى يعني اعطيني المعنى الاخرى ديالها، راك عرفتيها انت دابا، عطيتيه لي بالباغي فراز، لكن اعطيه لي بالمصطلح. يترقى يرتفع الى الاعلى. لا 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 نعم استاذ. فاشنو شنو تيطرى ديك الساعه؟ دابا راه هنا فين بعض الاخوان الله يهديهم، انا كنسمعهم في عدد البرامج كيبداو يعطيو بعض الوصفات للناس، خذ هادي وخذ هادي، خذ مثلا ثومه ولا خذ بصله ولا زيت العود ولا كذا. ما شنو هاني جيك شنو عندنا حنايا حاليا؟ واحد البري نوبل في لا ميديسين ديال 2012، خدا واحد البري نوبل. لو بري نوبل ديال لا ميديسين 2012 اي بارطاجي ما بين واحد لوكسمبورجوا اي ان فرونسي، جوج. شنو هما لي طرافو ديالهم؟ الاعمال ديالهم كتطرق لو سيستيم ايمونيتير بريميتيف. تخيل كل واحد فينا عنده واحد الجهاز ديال الحيويات المضاده بريمير خاصه، يعني بحال اللي كل واحد فينا عنده قدره باش يصنع بينيسينيل ديالو. فهذوك لي دو شيرشور قالوا الا حنا عرفنا نخترعوا شي دواء اللي ما يكونش واحد المضاد حيوي جينيرال عام، يكون سبيسيفيك لهذاك لو سيستيم ايمونيتير بريمير اللي عند الانسان. لقاو كل واحد فينا عنده واحد ديالو، يعني عندي انا واحد ديالي اللي غادي يصنع لي واحد الدواء خاص بالانفيكسيون اللي غتصيبني. الا خديتي ديالي وعطيتيه لولدي ما يخدمش، يخدم ضعيف، وديال ولدي ما يخدمش ديالي 100%. شنو اكتشفوا؟ اكتشفوا الا صنعوا شي دواء اللي غيفعل هذاك لو سيستيم ايمونيتير بريمير يفعلو بوحدو، باقي ما دارش الدواء دابا لي في ديالو، باقي ما دارش الدواء التاثير ديالو، جا غيفعل لينا يعني تحفزو خدمو، غيعطي واحد النتيجه في العلاج ما تصورش. فدابا حنا ما كنعرفوش ملي كيكون واحد المختبر كيختار واحد الدواء، كيقلبوا على لا ماتيير اكتيف، الماده الحيويه في العشبه، الاستخلاص ديالها كيخصنا نوصلوا لتقنيات الاشعاع النووي. يعني خصك تمشي للفيزيك نوكليير باش تخلص الروح ديال واحد العشبه، وخصك ما بين 10 حتى 20 عام ديال التجارب باش تخلص الماده الحيويه، يا ريت نوصلوا على 50%. اما لو وصلنا استخلصنا 100% من الماده الحيويه اللي كاينه في شي اعشاب، راه ما شاء الله في الادويه. فشنو كيديروا بعض الناس اللي كيعطوا الوصفات الناس؟ كيعتمد على الجسم ديالو، كيصبح هو المختبر، كيعطيك الماده الخام اللي هي العشبه وكيقول الجسم ديالك وخرج منها. يا ودي خرج منها الجسم راه غيخرج كل شيء، يعني هو خصو يخرج غير 20%، لان هذا هو العلم. العلم تيقول لك خاص القدر 20. اما اللي عطيتي العشبه للجسم، الجسم ما بغاش يوقف عند 20، غادي يبقى يخرج 20 30 40، يعني راه داز في الكميه ديال الدواء وصبح في الكميه ديال التسمم. شنو كتخدم ديك الساعه؟ الكبيضه، الكبيضه مسكينه كتطحن، كيخصها تستوكي كاع لي زيكسي شيميك اللي في الكور، كتستوكي من عندها. يعني النهار يضرب بواحد الغيرتو فيروس ويقيسو في الكبده، كاع داكشي اللي تخزن يخرج. فدابا كذلك هاد العلاقه مع الرقيه، واش يمكن الانسان يرقي راسو بكسيطه؟ ما غتعطيش ليه في غتعطي، ولكن ماشي بحال ملي كتجلس قدام واحد الشخص راك جالس قدام السر مع السر، جوج الاسرار، سر في النص اللي هو النص القراني، وسر في الشخص. شنو هو السر الاشخاص؟ اول سر عندنا حنا هو التواصل العاطفي. فملي كيكون واحد، علاش سولته على علاقته مع باه؟ علاش مشيت سولته واش مزوج مزوج؟ عنده خصائص في العاطفه من ناحيه الزواج، لان علاش كنتزوجوا؟ لان جينا بخصائص من عند منا وبنا. شتي كو يحبني امي وباك وحبوني 100%، ما منتزوج ما نولد ما والو، علاش؟ لان شبعان. ما يمكنش تحبني امي 100% وبا 100% باش يكون عندي خصائص باش 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 نخرج للمجتمع ونقلب على بنت الناس، لان انا مخصوص. وكو هي امها وبا حبوها 100% ما غتزوجش، لان شبعانه، ما عمرنا كنحبو 100%. الله والنبي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيحبو 100%. فهاد الشاب هذا في واحد المرحله ملي كنت انا في فرنسا، واحد الاستاذ كان كيمشي يقري الفرنسيه من باريس لنيويورك، كيخلي مرته ولادو كيمشي كان جو تيرجع، تيعاود لي هذاك الاستاذ تيقول لي غير كيوصل نيويورك كتلتهب ليه الحجره ديالو وكيتنفخوا الحلاقم وكيولي عنده بحال 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 لانفيكسيون في لاغورج. لي ميدسا امريكان تيقلبوا ما تيلقاو لا انفلام لا انفيكسيون لا والو. فكي كيرجع لباريس كتمشي لانفيكسيون، كيرجع عند مرته ولادو كتمشي، كيرجع لنيويورك عاوتاني كيمرض. واحد الميدسان قال لي انت راه خاصك تجيب معك مراتك ولادك، كاين ما تبقاش تجيب وحدك. قال لك وليت كنبرمج واحد المره في الشهر كندي معايا مرتي ولادي، قال لك هذيك الميسيون ما تجينيش هذيك الانفلاماسيون. فهذا كيتسمى لو تيسيو مو. شنو هو لو تيسيو مو؟ اللي بالعربيه كيتسمى الفؤاد.
ها؟ شنو هو الفؤاد؟ هو جميع الأعضاء والأحشاء الداخلية تلتحم حول القلب وتصبح قلب واحد. يعني لوتيسيومو ما مسؤولش عليه. مؤخرا واحد الفتاة جات عندي من كندا وكانت تكلم أنا وياها وحلقيتهم صارنا كلهم داروا قرر بالمجرد ما تكلمت على العلاقة الحب ما بينها وبين أمها ومصيرنا تهدروا قرر تياكوا بواحد الصداع. ونقول لها عفا بنتي دابا يا إما فيك الجوع يا إما الفؤاد ديالك تحرك. وهي ما عارفاش هذه الكلمة الفؤاد. قلت لي شنو هو الفؤاد؟ قلت لها هما جميع الأحشاء والتيسيومو ذاك التيسو رطيط برامن كيبدا من القرجوطو كيمشي حتى الدبور هذاك الداخلي كله الفؤاد في العربية. فهاد الشاب هذا كان عنده اون رياكسيون ديال لو سيستيم ايمونيتير بريمير اللي دارت ليه سوماتيزاسيون في لابو اون رياكسيون ايبيديرميك. اش كتسمى بالفرنسي ايبيديرميك؟ يعني كتولي عندي الحساسية خرجت الجلد. يمكن نقول فيه ما كنحملوش، ما حملش نجلس معاه لانه الحميه ما كيحملوش. اون رياكسيون ايبيديرميك. فعندو اون رياكسيون ديال لو سيستيم ايمونيتير بريمير اللي ضربات في 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 في, في, في لابو. فالعديد من الاختصاصيين تيعرفوا بان سيغتان مانادي دو لابو لوريجين ديالهم بسيكوسوماتيك. الادويه بقى ما تلقاتش، ولكن بمجرد ما كيتوضع الشخص واحد البيئه اللي كيستقر فيها الفؤاد ديالو كيت لو سيستيم بريمير كيمتص. نعم. فهذاك الشخص اللي جلس معاه حرك فيه هاد العاطفه، الحضره ديال باه، الطمانينه، رقاه، رفع الهمه ديالو، ما جعلو ما يخافش من ديك المخاوف ديال راه غتكبر بوحدك وما غتكون بلا ولاد، لان الانكونسيون خايف من هاد الشيء. يعني كان تاثير نفسي ايجابي. نعم. نمشيو ناخذوا معنا اتصال اخر. معنا هذه المره ابراهيم من بوسطن. مرحبا بك سي ابراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. السلامة من شدت لي أول مرة. مرحبا بكم. مرحبا خويا. مرحبا. كنشكر أولا الدكتور الدريبي على البرامج ديالك كيقدموا المعلومات الطيبة، وكنشكر الأخت اللي معاه. بارك الله فيك سيدي الله يطول عمرك. أنا بما اتصلت عندي موضوعين، غادي نبدا بالموضوع الأول. خلاص أنا عندي واحد القصة في هذا المجال ديال الشعوذة هي كبيرة، نحاول نختصرها بإيجاز. انا تزوجت في 2009 وكنت في واحد كنت في واحد الحركه بحال قلتي، حيت كنت خدام جوج خدامي هنا وكنت واحد كان فيها واحد الارهاق كبير وداك الشيء. فاش مشيت للمغرب نتزوج، بمجرد درنا لاكس انا والمدام ناضوا لي مولين الدار، قال لك لا انت مسحور داك الشيء، باش انت عيان هكا داك الشيء كذا كذا. والله المهم وانا هادشي هذا ما في الاول ما كنتش كنعرف الموضوع ديال الشعوذه بزاف. فهمتي؟ وبديت المهم بقيت غادي معاهم في طريقهم تيبقى هكا هكا، ولكن مع ذلك انا كنت ديما ما كنبغي نظلم لا هاد الجهه لا هاد الجهه. فجيت لهنا الولايات المتحده فاش رجعت بديت كنبحث كنبحث شنو هو السحر، كيفاش كيخدم، وكيفاش وكيفاش وكيفاش، حيت خصني نعرف الحاجه عاد نقدر نعمل بها. بديت كنبحث مزيان وعرفت بان السحر، تسمت لواحد لي فيديو ديال الدكتور الانصاري على السحر، تنصح الناس يتسمطوا لهم مزيان قبل ما يهضروا في هذا الموضوع. وتسمت وبديت كنبحث مزيان، وكاين الشرح ديال واحد الآية ديال ديك الآية اللي كيهضروا على سيدنا سليمان والملكين هاروت وماروت، خص الإنسان يفهمو مزيان وغادي يفهم شنو هو السحر. السحر ديالو ضعيف. غير ينتبه الواحد ملي عطيت الأمثلة، راه كاين بزاف ديال الروايات الإسرائيليات اللي بالنسبة لنا حنا في المذهب السني كنستأنسوا بها وما كناخذوهاش على قصد الشريعة وعلى قصد البرهان. كاين هذاك الشيء اللي شرحوا الدكتور الأنصاريني شرحوا، وهما الناس الأغلبية. وأنا كنقول لها كاين تقريبا 80% ديال الفقهاء ديال ديك اللي كيكونوا في الباديه فاهمين ديك الايه ديال السحر ديال هاروت وماروت، بان هاروت وماروت ملكين عصا وهما اللي جاو علموا السحر، هما فهموها بالمعنى السطحي. وانا فاش بحثت فيها مزيان عرفت بان هذوك هما علموا اسرار من عند الله سبحانه وتعالى، عطاوها لسيدنا سليمان بالتدريج باش انه يتحكم في الامور. هذيك اسرار من عند الله سبحانه وتعالى مخالفه للسحر تماما، والشياطين استعملات الضعف ديال الناس واستعملت ديك الاسرار، قالت لهم الا بغيتو تولوا بحال سيدنا سليمان احنا عندنا السر ديال داك الشيء نعطيه لكم. والله سبحانه وتعالى كيدخل داك الشيء ديالهم تيقول لك وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين هاروت وماروت ببابل. كاينه فاش بحثت في هادشي ماني نقدر اتصلوا بيا، قالوا لي راه كاين واحد السيد راه قال لنا بان المدام ديالك راه هي اللي سحرت لك وهذه وهذه، هو راه كيعرف هادشي مزيان وكيعرف لهم وخا هذا عنده سكانر تيليسكوبي كان جابوه لي جابوه لي فاش هضرت معاه. شنو قلت له؟ شنو قلت له بسميتو؟ اتصل معايا عبر الانترنت، هضرنا في سكايب انا وياه بنادم كنهضر. قلت له واخا، قلت له انت دابا باش نعرفك راجل صريح اولا باش نتسمت لك، انت قاري القران؟ قال لي اه قاري القران. قلت له كتعرف القران مزيان؟ قلت له دابا قلت له نتسمت لك. قلت له نهضروا اولا، انت عرفتي بان المدام سحرات لي؟ قال لي اه. قلت له باش عرفتيها؟ شفتيها؟ قال لي لا حنا راه كندير واحد الحاجه. قلت له انت كتستعمل كتاب الجعفر؟
وكتاب جفر انا عارفه هذاك اللي كيف عند التواصل الاغلبيه تيقول لك حنا عندنا واحد الكتاب كنطلو فيه هو اللي كيقول لنا الان نطلع لك في الكتاب وهذاك الكتاب راه ديال جفر ديال الشيعه شفت هو عرفت شنو كيسوى عرفت شنو كيمشي ضربتي لي الحانوت ديالو في الزيرو قلت له كتستعمل كتاب الجعفر هذاك الكتاب عندك انت قلت له تنظن ربما انت كاع ما عرفتش بان سميتو الجعفر انت كتستعمل وما عرفتش شنو سميتو قلت له المهم قلت له شكون اللي جاب لك الخبر جاب لك واحد جيني استعملتيه انت تسخرتيه وفعلا كيسخرهم وداك الشيء علاش لان كلشي بالثمن تيقول له بغيتي نخدمك دير لي عمل انت ومن بين الاعمال اللي كيدير هي اعمال ديال الشرك خصك تضمن لي بانك شركتي بالله سبحانه وتعالى وتضمن لي داك الشخص اللي جاي عندك حتى هو يشرك بالله سبحانه وتعالى ونقوم لك بالعمل وداك الشخص اللي غايجي عنده باش يشرك خصو يجيب له شي حاجه شي قربان يمشي يدير شي تصرف يبسم شي حاجه يمشي شي حاجه كتخالف الامور ديال الله سبحانه وتعالى باش يضمنهم بجوج بانهم شركوا بانهم خرجوا الطريق تيدير له وإدليس راه تيعطيه اللي بغاه وراه كيجيبوا الاخبار وباش كيجيبوا الاخبار حنا عارفين كل انسان عنده القارين ديالو وكل قارين راه معاك يوميا وكيعرفك شنو درتي كيجي هذاك السيد تيقول لك انت سميت كذا كذا سميت شويه ديك كذا الباحث شي كتقول واو هذا راه نجح هنا كيصدر خصك تعرف بان راه غير القارين اللي معاك هو اللي قال له الا بغيتي يقول لك خصو يقول له شي حاجه اللي انت كتفكر فيها حاليا يقول لهم شياطينهم زخرف القول قول له يقول لك شي حاجه اللي انت كتفكر فيها حاليا كتفكر فيها في دماغك ما في الصدور اللي كيعلم غير الله سبحانه وتعالى هذيك اللي تقول له يقولها لك هو و100% ما غايقولها لك ما يقدرش لان الله سبحانه وتعالى كيعلم ما في الصدور المهم قلت له هذا الشيطان هذا اللي جاب لك الخبر هذا قلت له هذا الشيطان هذا فاش جاب لك الخبر شنو كيقصد بها باش انني نطلق الماده عليه الا ماذا فيه وهذا الخبر هذا شنو هو تفرقه ما بين الزوج والمرأة ياك وهذه الله سبحانه وتعالى ما كيحرمها ما مزياناش انا تفرق اذا هذا الشخص هذا اللي جاب واحد الخبر هذا الشخص هذا اللي جاب لك هو جيني جاب لك واحد الخبر باش يفرق ما بين شخص وزوجي واش هذا صالح ولا طالح قلت له شنو كاين في القران واش قال لك وان جاكم فاسق بنبأ فتبينوا الله يرضي عليك الله يرضي عليك قوم بجهاله وقوم بجهاله هما مثلا المدام والعائله ديالها وكذا وكذا وداك الاتهامات قلت له واش انت تبينتي مشيتي سولتيها مشيتي تبعتيها طلعتي قال لي لا قلت له اذا انت ما تبعتيش القران اذا انت داكشي ديالك كامل باطل لانك خرقتي قانون من القوانين ديال الدين ديالك قلت له اذا داكشي كامل عندك غلط وهذاك اللي جاب لك ديك الخبر راه طالح وما يمكنلكش انت تثيق بواحد طالح واحد فاسق وكيكذب كدير تصدقوا عندي ما نسالك عندي ما نسالك غير واحد النصيحه لا سمحتي يا عفو اخويا الله يرضي عليك دابا انت واخد الامور بجديه واخدها بحماس وغيتعبك هادشي غيتعبك لا 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 شي راه تلقتو ما تاخذوش بجديه وما تاخذوش بحماس لانه شتي واخا تعطيه البرهان للشخص الاخر هو متاكد بانه على حق ومتاكد بانه عنده سلطه وعنده واحد العلم وعنده كذا فالنصيحه اللي ننصحك علاش الله تيقول لنا المؤمن عن اللغو معرضون يعني اعرض عن الجاهلين هي انك تقول لا لواحد الامر وما تدخلش في الجدال وما تدخلش في تحكيم العقل في هذه المواد اللي غيتعبك وانت عندك تبارك الله طاقه وعندك وليدات وعندك ذكاء وعندك ثبات الله يكمل عليك بخير وعلى خير. نعم وحنا كنحييك بدورنا ابراهيم الا سمحتي لي خاصنا نتوقفوا مع فاصل كنحييك بدورنا بطبيعه الحال الشهاده اللي كنعتزوا بها اليوم يعني انسان مشى بحث وعرف وحاول انه يوضع الحقائق على طريقها مخافه انه انسان يوقع في خطا يمكن انه يندم عليه من بعد فتحياتنا لك ابراهيم من بوسطن ونتمنوا ان عدد كبير من الناس ياخذوا منك القدوه ويتبينوا قبل ما ياخذوا قراراتهم اللي ممكن انها تكون قرارات خطيره جدا ومصيريه في حياتنا. حنا مواصلين معكم اوفياء الكرام على ميد راديو كنبودي نستمعوا اكثر لابراهيم لكن الوقت كيمر بسرعه غنمشي مع فاصل اعلاني قصير وراجعين ناخذوا معنا بعض الرسائل النصيه اللي وصلتنا ودائما بكل وضوح. رجعنا لكم أوفيانا الكرام بكل وضوح مواصلين معكم دائما على ميد راديو تنرحب بكل من ضمن لنا اللحظة في الاستماع ودائما معنا البروفيسور ميمون مبارك الدريبي كاتب وباحث في علوم النفس والتحليل النفسي. اليوم كنتكلموا على الشعوذة وتأثيرها على الشخص المؤمن بها. إلى سمحتي لي بروفيسور نمشيو ناخذوا معنا بعض الرسائل النفسية. رسالة وصلت كتقول السلام عليكم أنا ما كنآمنش بالشعوذة ولكن هذا المجتمع اللي عايشة معاه كي امنوا بها. واحد النهار لبست تريكو ما فيه والو شويه قالت لي واحد الوحده راه ما مقداش الكول ديال التريكو قداسوا لي وشويه كنحس بشي حاجه كتقرصني في العنق ديالي ملي حيدت التريكو. بون الميساج ما كاملش ولكن هنايا ربما قات شي حاجه ماشي هي هذيك اللي خلاتها انا تقول هذا لقات واش غبره الحجره غادي نديرو حسن الظن ونقولو طاح هذاك الشيء مع الريح.
ما تقولش ان ديك السيده دارت ليها. نعم. لو شافتها وعندها الدليل تمشي لعندها وتقول لها شفتك ودرتي. اما واش طاح شي حاجه مشي شجره مشي بالكون هزها الريح وهذا غنديروا حسن ظن ونقولوا شي حاجه طاحت وهذيك الحجر ميدها وصافي. رسالة أخرى كتقول السلام سي وهبة، ساكن حدانا واحد المشعويد كيجيو عنده ناس متقفين وكيدخل عنده حتى الدراري الصغار، وملي كنبغيو نديكلاريو به حنا الجيران الجيران أو ملي كنبغيو نديكلاريو به الجيران كيخافوا لا يسحرهم. أنا نصيحتي أن هذا الجاهل وجوده، الخوف من المجهول هو أقوى سلاح عند الناس الجهال باش كيغلبوا الانسان العقل. ف ما يخافش الانسان ان هذاك الشخص يدير اللي دار، العمل ديالو يكون كما كان. كاين جهاز المناعه الفيزيولوجي، كاين جهاز المناعه الفكري، وكاين جهاز المناعه الروحي. الانسان يحصن راسه بقناعات. حنا ناس كنامنوا بالبيان. حنا ناس المسلمين المؤمنين كنامنوا بالبيان. البيان هو العلم، فاحنا مؤمنين ولكن زايدين في الايمان ديالنا بالبيان العلمي، ماشي غير كنامنوا وصافي لا كنمشيو نشتغلوا ونعرفوا كل حاجه وكذا وكذا. الانسان يحسن راسه بالبيان بالعلم، يحسن راسه ب ب ب بالتقوى، ويحسن راسه ب ب بالاعراض. مثلا جا واحد قال لك انا راه شفت واحد كيرش لك في الطوموبيل ولا كذا، وقول ليه مسكين غير بغى يعطر ليا. دائما حنا كنمشيو حوزنا بغى يدير ليا شويه الريحه وصافي. راه شفت واحد كيكب لك عند ما في دارك وغير كيبغيني وجا كب لي شويه ما ورد شي، دائما نمشيو نديرو واحد شويه النوع من السذاجه بحال اللي ما فاهمينش. اما دغيا كتحرك فينا هذيك الرهبه وديك الخوف، داروا لي ولاد حرام وفعلوا. بحال واحد الفتاه قالت كنحليت المكتب ديالي في الخدمه ولقيت واحد الجداول ولقيت شي حوايج وسخفات وطاحت وتغوت. قلت علاش؟ قلت لها كتيبات باحرف لا نعرف قراءتها ولا تؤدينا. قلت لها هزيها بالعكس ديرها في واحد الطابلو الدجاج وعلقيها وكتبي عليها. لقيتها نهار التاريخ الفلاني وحتى في واحد البلاصه تذكار صافي. رساله اخرى كتقول السلام دكتور دريبي، مون فرير نو مي بارل بلو il y a de cela 8 ans disant que je lui ai fait la magie pour qu'il m'aime plus que mes autres sœurs. الله الله الله. لا شوف شوف، هذه ولعوبه ديال الاخوه والاخوات والاطفال بعضياتهم، انه غيمشي واحد باش يدير واحد ليكسير دو جوفونس ويدير واحد ليكسير دامور، وغادي يمشي بواحد الفتاه تحبو ويلفت الانتباه ديالها باش الاخ والاخت. هذه غير لعيبات. ما تربطش هذه مع هذه، ما تربطهاش. نعم. لربما الاخ ديالها عنده واحد التعب ولا عنده مسكين شي اضطراب نفسي ولا عنده شي ظروف، تناسى هي هذا الشيء وتعبر لخوها على المحبه بطريقه عفويه، بواحد طعيمه، بواحد رزيزه، بواحد سلو رمضان هو جايب شي جهيوات، وتذكره بالطفوله وهذا، وتخلي له الوقت. راه النفحات كدور وغادي توحش اخوها ويتم جاي في محبتها، هذا ما فيش. نعم. رساله اخرى كتقول السلام، اولا شكرا دكتور، شكرا سكينه، بما ان هذا البرنامج كيسمع له جميع المستويات الفكريه، بغيت الدكتور يكلم الناس اللي باقيين كيامنوا بالشعوذه. ما غادي يمكنش نوعيو، هما كيظنوا بانهم هما على حق وباننا احنا على خطا، وحنا كنظنوا بانهم هما على خطا وحنا على حق. انا ما تندخلش في هاد لي بول بينير، ما كنبغيهمش هاد لي دو بول 0 و 1، واحد على حق وواحد على خطا، ما كندخلش فيهم. كنخلي كل واحد يضيع السعاده حاجه عنده اللي هي الوقت. شتي الحاجه الغاليه عندنا في حياتنا لله هو الوقت. فكاين اللي كيقضي وقته في المعرفه، كاين اللي كيقضي وقته في خدمه الناس، كاين اللي كيقضي وقته في حب اهله وفي حب الناس، وكاين اللي كيقضي وقته كيضيعه في الاداء وفي التحرميات وفي هذا. فالوقت اللي غادي يمر واحد الطرف من الزمن اللي هو 20 عام 30 عام، اللي خدم الناس كيردوه ليه الناس بالخير، اللي حب الناس كيردوه ليه الناس بالخير، اللي يخدم العلم كيردوه ليه العلم بالخير، واللي ما دار والو غيلقى راسو في واحد البيلون ديفيسيتير، عنده ان روبور نوفو كل عام نيجاتيف. شنو هي روبور نوفو في الكونتابيتي؟ ملي كيدار شاكاني روبور نوفو نيجاتيف، ما غيمكن لك تفكو الا بان ابور ولا بان بري بونكير ولا بشي حاجه. ساشون كو واحد ديفيسيتير ما عنده من يجيب غادي يكمل ديفيسيتير. نعم. ومشيو ناخذوا معنا بروفيسور اخر مكالمه معنا، يوسف من الدار البيضاء. مرحبا بك سي يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لاباس بخير. مرحبا خويا، مرحبا.
بغيت نقول لك انا طرحت مع هذا السؤال بالنسبه للموضوع ديال اليوم. كاينين شي وحدين كيديروا بعض الطقوس روحانيه بالموسيقى وكي كي يمكن كيبقاو الجروح في الجسد ديالهم وداك الشيء, ومن بعد تكتشف لي داك الطقس ما كيبقاش عندهم داك الجروح ديال قطع الخط تمشي يوسف من الدار البيضاء. هو تي انا ما كنظن بغيت تكلم على بحال عيساوه والليله ديال عيساوه ملي كيسالي وجذبها وتبقى يدخل موس في حنكو ويدخل هذا ويدخل هذا. واحد ليميسيون سميتها مون كور سو ايرو, هذا البرنامج اللي قاموا به علماء في الدراسه ديال الجسم ديال الانسان. لحد الان العلم مازال ما مكتشف جميع الطاقات الهائله اللي كاينه في الجسم, اللي هو في الاونه اللي كنشوفوا في الاونه المباغته كيبان ان الجسم ضعيف, ولكن هو راه فيه شي اشياء لا تعد ولا تحصى. فعندنا دي هرمون دو ريباراسيون, عندنا واحد الخلايا ديال الريباراسيون, وحنا عندنا واحد الطاقه اللي قريبه للطاقه النوويه في التركيبه الداخليه ديالنا. فملي كيكون الانسان في واحد الحاله ديال الخوف والخطر او لا في واحد الحاله ديال شنو هو هاد الجذب, هو ارتفاع لا فريكونس, عندنا بحال واحد لا فريكونس, لا فريكونس روبوزي كتكون في واحد المدى, ولا فريكونس اكسيتي كتكون في واحد المدى واحد اخر. فالانسان بالموسيقى بالايقاع اللي كيهز اكثر, راه ماشي الموسيقى اللي كيهز, راه هو الايقاع اللي وراها لا كادونس. فدائما الايقاع اللي هو ثقيل وعامر من ناحيه لا بولساسيون وسريع تيرفع لا كادونس. فلهذا كانوا العرب في قديم الزمان ومن مع العديد من الشعوب اللي كانوا كيستعنوا بالطبول في الحرب, لان كان كيحمس الجنود في معركه واد المخازين السلطان السعدي والناس اللي كانوا حايطين بهذا استعنوا بالطقطقه الجبليه وبالايقاع الجبلي باش يحمسوا المجاهدين المغاربه, وفعلا كان رايهم صائب لان تحمسوا الناس. فدائما كاين واحد التفعيله خارجيه اللي غتجي غير غتدق. فهنا كاين واحد لاتيوغي سميتها لاتيوغي دو ريزونونس, اللي هي في الفيزياء انه كل خليه كل جسم كل ذره فينا عندها واحد لا فريكونس معينه, الا وصلتي لا فريكونس ديالها كتحركها. فالموسيقى والكلمات لان حتى الكلمه ملي كتقول ويل لكل همزه لمزه, ها هي اون فريكونس غير في النطق, باقي ما دات الموسيقى الاول. فملي كيكون واحد كيقرا ولا كيمدح ولا كي اون بلوس عنده لوغي ميوزيكال كيعرف يحط لا دومي كادونس لا كادونس بارفيت, فتيلتحموا هاد لي فريكونس وهاد لي ريزونونس مع لا تيوري دو ريزونونس يونيفرسال في الفيزيك, كيتحركوا فينا واحد الذرات كيتهزوا فكيعطيو واحد الطاقه اللي يقدر لا بو دار لا سيكاتريزاسيون ايميديا, ويقدر لي جلوبول يخدموا باش ما توقعش النزيف ايميديتمون. فما نبقاوش ندخلوا في الميراكل, ما نبقاوش نقولوا هذه معجزه, هذيك طاقات يفعلها الانسان غير ما كيقدرش يتحكم فيها, كتفعل اسون دانسو يعني يبغيها هو غدا يفعلها واحد العافيه شحال ويدخل يخرج واحد الولد يتحرق. انما في هذيك اللحظه د كونسونطراسيون كيقدروا يديروها ليوغي, الناس اللي كيديروا اليوغا في الهند كيقدر يعبر حقل ديال الفحم شاعل, وراهم دابا الناس كيدربوا كيجيو من امريكا وكيمشيو للهند كيدربوا كيولي غدا امريكي بسيط كيمشي فوق الجمر, ما كان كيامن بوالو دربوا واحد اليوغي في الهند ولا كيمشي فوق الجمر. فيعني هادو دي 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 كاباسيتي كاينين في الجسم, يل سوفي دان بو دونترينمون وواحد شويه ديال الايمان كنامن بانه جو بو ترافيرسي هاد ليليمون و سا سباس. نعم بروفيسور, حديثنا اليوم عن الشعوذه وتاثيرها عن الشخص المؤمن بها, كخلاصه لقائنا اليوم بروفيسور شنو ممكن تقول لنا؟ هو ليكسبيريونس دو لا مالدي مونتال, تجربه الجنون. الشخص اللي ما عمره ما شاف شي واحد دخل في الجنون وكان عاقل ما غيعرفش شنو هي تجربه الجنون. اما الناس اللي كانوا ينعموا بصحه عقليه وخربقوا الميزان, بقاوش كينعسوا بالليل, ما كياكلوش طبيعيا بشكل طبيعي, ولاو يستعملوا مخدرات ويستعملوا شي اشياء ديزكسيتون, النهار اللي غيدخل في ليبيزود بسيكوتيك ويدخل في واحد ليكسبيريونس خايبه, غيحماق غيتجنن, غادي يبدا يغوص يبدا يحيد حوايج ويبدا يدرس مع الحيط وهذا. هذاك الشخص ملي كيدخل وتيبقى يداو هذا كيولي خايف, كيولي خايف لا يعاود يرجع لان دوزيام ابيزود بسيكوتيك, تيبدا يقول لنا مسكين واش انا غنعاود ندير هذيك الحاجه, تنقولوا ليه وي عرفتي شنو هو لداخل فيك واحد لا ليميت اقتحمتيها. فهذه سي اون نوتر اكسبيريونس. الشخص حنا نو سوم كري, حنا ناس مديورين لا فيزيك, حنا ما مديورينش لا ميتافيزيك, لاتر هومان اي كريي بور لا فيزيك. فالميتافيزيك سي اون بوتيت اكسبيريونس كيعيشها الانسان ملي كيمشي للحج,
ملي كيطلع فوق جبل عرفه، ملي كيكون في الصفا والمروه، ملي كيكون في كيتنقل من بلاصه معركه احد بدر، كيشوف تما غد تكون تجربه روحانيه مؤقته زمنيه. فاحنا في ثقافتنا كنقنوا العلاقه مع التجربه الروحانيه. ناس كيبغيو يتلعبوا بهذا القانون، كيبغيو يخرجوا الميزان الفيزيائي الواقع الانسان ويخرجوه للميتافيزيك، تما غيخلصوا ثمن غالي. فملي غيدخل هو في الاكسبيريونس بسيكوتيك ديك الساعه يجي يخبرنا باش حسوا شنو غادي يولي. شكرا جزيلا لك بروفيسور ميمون مبارك دريبي، كاتب وباحث علوم النفس والتحليل النفسي. ونستمر واياكم اوفيانا الكرام بكل وضوح وموضوع الشعوذه. غدا غادي نتكلموا على الحاله النفسيه للاشخاص الممارسين للشعوذه، هاد الناس اللي ربما كيدعيوا بلي كيمتلكوا اشياء خارقه، واش هما فعلا عندهم بنيه نفسيه اللي ممكن تاهلهم لهذا الباب، كيفاش هو التعامل معهم، شكون هما هاد الناس، شنو هي الحاله النفسيه ديالهم، الحاله الاجتماعيه ديالهم. هذا نقاش اللي غنفتحوه غدا ان شاء الله برفقه البروفيسور ميمون مبارك دريبي، كاتب وباحث في علوم النفس والتحليل النفسي. كنشكر وفاء فائز اللي رفقتنا اليوم في الاخراج، ولبنى استقبال مكالماتكم. كنشكر كل اوفيائنا على ميد غاديو، وبكل وضوح يستمر واياكم اوفيائنا الكرام على امل لقائكم. كنتمنى لكم يوم سعيد.